يقول لك لا مكان للفقر في عام 2050، يعني بعد 27 سنة من الآن. ليه؟ لأن وسط هالأخبار القاتمة اللي نعيشها يبدو أن هناك من يحب يعطينا الأمل، لكن أتمنى يكون أمل مدروس وصادق، أمل في القضاء على الفقر والفقر المدقع تحديدا. متى؟ بعد 27 سنة تحديدا في عام 2050. هذا اللي بشر به مركز التنمية العالمي في خبر قال إن القضاء على الفقر، يعني خبر من مركز التنمية العالمي قال إن القضاء على الفقر المدقع سيتحقق في هذا التاريخ أي 2050، وسيصبح أكثر من ثلثي سكان العالم قادرين على توفير دخل يومي يصل إلى 10 دولارات. هذا الدخل سيما في الدول الفقيرة، يعني خاصة الدول الفقيرة، قادر على تأمين 3 وجبات في اليوم الواحد، وهو الحد المطلوب لإمداد الجسم بما يحتاجه من غذاء وسعرات حرارية وأشياء أخرى، يعني على الأقل يأكل ويشرب، غير كذا ما فيه. 10 دولارات هو رقم مرتفع، مرتفع. هل 10 دولارات مرتفع إذا ما قورن بالتصنيف العالمي لخط الفقر المدقع؟ لأن التصنيف العالمي يقول أن الفقر المدقع هو لمن دخله أقل من $2.10 أو 15 سنت في اليوم الواحد طبعا. فإذا وصل ل10 دولارات يكون لا ما شاء الله هذا أصبح ثري يعني مقارنة بدولارين. هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ هل فعلا الفقر سينتهي في يوم؟ هو عمره ما انتهى في يوم، موجود منذ خلق الإنسان ووجد الإنسان على هذه البسيطة، لكن بالجهود الدولية في محاولات نعم للقضاء على الفقر أو على الأقل الفقر المدقع، حتى نعرف إذا كان هذا كلام صحيح أو لا. معنا من بيروت السيد أديب نعمة، وهو مستشار في التنمية ومستشار إقليمي في الأسكوا سابقا. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أديب. أهلا بك، شكرا. طيب أنت سمعت المقدمة، فما رأيك بالتقرير اللي يقولك والله حيقضوا على الفقر المدقع في عام 2050؟ يعني أنا بتأسف بأنه يطلع تقرير من هالنوع عن منظمة تزعم أنه منظمة عالمية للتنمية ولقياس التنمية. أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وفي واقع الأمر ولو كان هذا الواقع صادما، إذا استمر نوع التطور ونماذج النمو الاقتصادي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية السائدة اليوم حتى 2050، للأسف سيكون نسبة الفقر في العالم أعلى بكثير مما هي اليوم. هذا أمر مؤسف. هيكون الفقر مدقع أعلى مما هو اليوم؟ يعني ما هينخف، ما مش هيقضى عليه، لا هيزيد. لا لا لا، لن يقضى عليه قطعا، لأنه في هناك خطأ في التعاطي مع الموضوع. أولا، هذا التصنيف إلى فقر مدقع وفقر شديد وفقر نصف شديد وفقر غير شديد وغير مدقع، يعني هو كلام فيه الكثير من التضليل. ماذا يعني فقر مدقع؟ أن الناس تستطيع أن تأكل عدد السعرات الحرارية؟ يعني هذا ليس مقياسا للفقر الحقيقي في حقيقة الأمر. ثانيا، خط الفقر الدولي الذي ذكرت حضرتك هلأ أنه اليوم هو 2.14 دولار، وطبعا هذا المقياس معتمد، لكن هذا المقياس الذي يعتمد اليوم كحد الفقر المدقع الشديد في الدول النامية هو الحقيقة يوازي $1 في اليوم منذ سنوات. وبالتالي بعد سنة 2050 قد يكون هذين $2.14 يساوي 10 دولارات بالقيمة الشرائية تبع سنة 2050. يعني هذه كلها ألاعيب وأرقام يعني لا معنى لها سوى جعل الناس تفكر في أمور يعني غير واقعية ولا تتحقق، يعني يزيح انتباههم عن ضرورة معالجة المشكلة المضبوط. طيب. وأحيل يعني المهتمين إلى تقرير صدر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة لقضايا الفقر المدقع وحقوق الإنسان. بتقريره سنة 2019 سبق له أن قال ينبغي على المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة ومثل البنك الدولي أن يتخلوا بشكل كامل عن هذا المقياس الذي اسمه خط الفقر الدولي، والذي هو يعتبر خط بائس وخط معيشة بائس ولا يعبر إطلاقا عن الحد الأدنى اللائق لمعيشة الناس، وأن الإصرار والتمسك به هو فقط يستطيع القول أننا تقدمنا وأنجزنا وحققنا وهم لم يحققوا شيء.
وهذا رأي المقرر الخاص للأمم المتحدة سنة 2019. لذلك أعتقد أن هذا القول الذي سمعناه من هذا التقرير لا قيمة علمية له، حتى لا نقول أنه تقرير كاذب، يعني نكتفي بالقول أنه ما له أي قيمة علمية ولا يعبر عن الحقيقة أطلاقا. طيب وليه برأيك فإذا أصدر هذا التقرير؟ ما هي النية؟ ما في نية، هم يعني دائما هناك جهات دولية يعني يحبون أن يصدروا تقارير ملونة وبيلعبوا على الكمبيوتر يعني وبيعملوا حسابات، وأنه إذا خفضنا الفقر واستمرينا فالفقر سينخفض وما شابه ذلك. وعلى سبيل المثال سنة 2000 عندما أقرت الأجندة أهداف الألفية سنة 2000 على أن تنفذ سنة 2015، كان الهدف المطلوب تحقيقه خفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف. طبعا لم يتحقق هذا الهدف رغم أنه أصدروا تقرير أنه حقق. ثم سنة 2015 صدرت أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي تنص على أنه سيتم القضاء على الفقر المدقع سنة 2030، وهذا في الأجندة السارية المفعول الآن. فلماذا حلوا إلى سنة 2050؟ يفترض أن ينجز سنة 2030 لو هم قادرون على إنجاز هذا الهدف. لكن طبعا هناك دائما حجج جاهزة، مثل الآن سيقولون أن جائحة كورونا مثلا هي التي سبب حالة دون تحقيق هذا الهدف، أو سيقولون الآن حرب أوكرانيا هو السبب الذي حال دون تحقيق هذا الهدف. أما السبب الحقيقي فهو أن السياسات الموجودة حاليا، السياسات الاقتصادية، تنتج الفقر بشكل هيكلي. يعني هي مش أنه في عنا عدد معين من الفقراء موجودين في مستودع وكل سنة منخفض منهم شوي، لا، الاقتصاد العالمي ينتج الفقر لأنه ينتج اللامساواة وينتج البطالة وينتج انعدام الأمن الغذائي وينتج الفقر. بالتالي لذلك نتوقع أن الفقر لن يقضى عليه طبعا لأنه ليس من أهداف أصحاب السياسات العالمية. والله أنا كنت متفائل من هذا التقرير يا سيد أديب، بس أنت أحبطتني. طيب أنت يعني كمستشار، نعم كمستشار في التنمية، نعم تفضل، برأيك أنه مسألة القضاء على الفقر هذا شيء مستحيل تماما، مثل ما يجيك واحد يقولك والله سنقضي على الأمراض كلها بشكل نهائي، هل هذا شيء ممكن فعلا؟ يعني حتى أنا لما قرأت التقرير استغربت. طبعا هذا شيء ممكن لأنه الفقر ليس ظاهرة طبيعية، خاصة نحن ما عم نحكي أنه يعني أيام قديم ما كان في إنتاج ولا كان في أدوات إنتاج وعلم وتكنولوجيا وإنتاج كافي. اليوم هناك في العالم ثروات كثيرة جدا وهي موجودة. على سبيل المثال التقرير الثروة، توزيع الثروة العالمي الذي يصدر عن بنك الكريدي سويس اللي بيصدر سنويا، وكذلك تقارير مختبر اللامساواة العالمي الذي يديره مجموعة بيكيتي تحت إشراف الأمم المتحدة وينتج تقاريره، يقولون لك أن 1% من الناس، 1% فقط من الأثرياء يملكون حوالي 50% من ثروة العالم. الأمر بسيط، إذا كان هناك 50% فقراء يعني يمكن قسم من ثروة هؤلاء 1% كافية لإزالة هذا الفقر. طبعا عم نحكي بالعملية الحسابية البسيطة، أما في واقع الأمر فإذا استمرينا بالسياسات، لأن السياسات التي نحن نسير عليها الآن هي سياسات يعني تريد أن تولد الربح وتولد اللامساواة أكثر من اهتمامها بأن الإنسان تصل إلى العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس. أنت إذا غيرنا السياسات نصل إلى مكافحة، إلى قضاء على الفقر. أنت قلت أنه القدرات الإنتاجية الحالية وطبيعة الإنتاج وطبيعة الدورة الاقتصادية الحالية عفوا هي تولد الفقر وتنتج فقر وتنتج المزيد من الفقراء. يعني معنى هذا الشيء أنه إحنا في عام 2050 حنجد نفسنا أمام أرقام مضاعفة من الفقراء، وحتى لو وصلنا إلى 10 دولار فالقيمة الشرائية والسوقية ل 10 دولار حتكون أقل من دولار، صحيح؟ صحيح، ربما. طيب. يعني ما بنقدر نحسب، بس يعني أنا يعني أذكر لك أنه أول قياس للفقر على أساس خط الفقر الدولي كان على أساس دولار واحد في اليوم للفرد الواحد حسب دولارات 85، ثم أصبح دولار ونصف، ثم دولار و93، ثم دولارين و14، وبعض الدول 4 دولارات، وفي دول متقدمة 11 دولار. يعني هذه قيمة متغيرة وهي ليست قيمة ثابتة وقيمة مطلقة.
ثم لما التقارير العالمية تقول لك، هي هم بالتقارير يقول لك أنه خط فقر وخط فقر مدقع، وخفضنا الفقر ولكن البطالة زادت، ولكن الأمن الغذائي اليوم يتدهور في كل مكان بالعالم. يعني شو الفقر إذا لم يكن بطالة وانعدام أمن غذائي وإلى آخره. لذلك أقول أنه هذه المسائل، يعني هذه التقارير، لأختصر، تقرير من هذا النوع ليس تقريرا علميا وليس تقريرا جادا، هو تقرير دعائي فقط. وأنا أجزم لك أنه بعد 5 سنوات أو 10 سنوات سيصدرون تقريرا آخر يقول كلاما آخر، ويراهنون أن الناس نسيت التقرير السابق. نعم. طيب أنت قلت أنه لو 1% الثروة العالمية مقسمة ما بين 1% و99%. صحيح. جميل. وأنت ذكرت أنه لو 1% هذا بس يعطي شوية من عنده يغطي 50% الفقراء، انسى الطبقة المتوسطة اللي هي 40%. هذا مستحيل، أنت عارف وأنا عارف أنه هذا مستحيل، أنه بالعكس هو كل ما يزيد واحد ثراء كل ما يعني يخلف وراء 1000 فقير. طيب كمستشار يعني هو لم يقدم على ذلك بشكل طوعي. نعم. ولكن هذا ما يجب أن يحصل. جميل. هذا ما هذا النظرة المثالية للموضوع، بعيدا عن النظرة المثالية. ليش مثالية يا عزيز؟ لأنه في انت برايك ممكن واحد يعني يجي يتنازل عن ثروته مثلا عشان والله يعطي الناس الفقراء؟ نعم، لأنه يتنازل. نحن هو لم يتنازل، ولكن يمكن أن يكون هناك نظام ضريبي يفرض عليه ضريبة مرتفعة. هو سيد الفاضل، خليني أنا إذا سمحت لي أعلق. حقيقة للأسف في الغرب لا، في يعني عند بعض الشخصيات في الغرب، وبعيدا عن أي أهداف سياسية أو بروباغندا، لا يتبرعوا بالصدق للفقراء سواء مؤسسات أو أفراد، ويتبرعوا بمبالغ ضخمة جدا حتى من غير ما يذكر اسمه. وهذا للأسف مش موجود طبعا في عالمنا العربي. يعني احنا كلنا نعرف انه بيل جيتس تبرع مبالغ اسطورية، هو اكبر متبرع في التاريخ. وورن بافيت ثاني اكبر متبرع بالتاريخ، وتبرعات بالمليارات. ولدول في افريقيا تحديدا لم يتبرع واحد من اثريائها، من اثرياء الافريقيين الى بلده، في حين تبرع الغريب عنها. فلكن نعم. هذول المتبرعين الغربيين اللي عندهم في النهاية الحس الإنساني، ليش يعني هذا ما هم موجودين هذول في كل مكان، ولا حتى موجودين بالضرورة في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أي مكان في العالم حتى والله يتبرع بجزء من ثروته من أجل ناس فقراء في فقر مدقع؟ مش بس فقراء، بس مش لاقين حتى الدولار، مش لاقينه. سيدي العزيز، أولا طبعا هناك دائما أناس عندهم دوافع خيرية ودوافع يعني إنسانية، أنا لا أناقص هذا الجانب، لكن ليست هذه المسألة. في الولايات المتحدة بيل جيتس وغيره من الناس يتبرعون بأموال كثيرة، لأن هذه الأموال التي يتبرعون بها تحسم من الضرائب التي يدفعونها. ولو لم يكن هناك نظام في الولايات المتحدة وفي أوروبا يشجع على ذلك لما تبرعوا. والله اسمح لي استاذ أديب، لا اسمح لي هنا، انا انت زي ما خالفتني في تقرير الاممي انا حخالفك الان في هذه المعلومه، لانه هذول المتبرعين وانا حقيقه يعني انا اهنيهم، وبالعكس اعتقد ان هم نموذج انساني رائع. هذول يتبرعوا بثروه اضعاف ما كان ان يمكن ان يطلب منهم من ضرائب، اضعاف. يعني واحد يجي يتبرع لك 70 مليار، هو ثروته 100 مليار، لو دفع ضريبة حيدفع 20 مليار، هو تبرع ب70 و80 مليار. يعني تماما جيد. أنا لا يعني علاقة، أنا أوافق معك على ذلك، هو تبرع بمبالغ، لكن للأسف خلينا نشوف الجانب الثاني للموضوع. هل هو يتبرع من ماذا؟ ب70 مليار، من 200 مليار يعني، أو من 100 مليار؟ يعني هو مطلوب منه يتبرع 210 مليار مثلا من أصل 200 مليار، يعني يعيش هو يصير في فقر مدقع. يا سيد العزيز، أمس منذ أسبوع السيد إيلون ماسك خسر أولا 200 مليار دولار دفعة واحدة، ثم عوضهم خلال أسبوع. فيك تشرح لي ما هذا؟ هو يعني هذه أعمال وهمية كلها، هذه ارتفاع وانخفاض في أسعاره بالبورصات. عندما يتبرع شخص 20 و30 و70 مليار، هو يتبرع بفوائد وارتفاعات أو انخفاضات حصلت في القيمة
السوقية لأسهمه في البورصة، ولكن هذا الذي يعمل كذا كان أبل أو كان أمازون أو كان كذا، هو لا يزال في هذه اللحظة الذي أنت تتحدث فيها عن عمله الخيري، هو لا يزال الآن يستغل أعمال مئات الآلاف من العمال عنده في الهند وفي الصين ليحقق أرباح إضافية، فليوقف استغلاله ولا يتبرع. يعني نحن نشكره يعني والله هذه قضية جدلية، يعني هذه قضية جدلية، لأنه إحنا ما نعرف بخفايا الأمور، لكن أنا اللي أعرفه من خلال قراءاتي إنه لا، في ناس متبرعين من أصل ثروتهم ويكتفوا بالقليل لهم ويعطوا الآخرين. اللي أحب أقوله إنه أنا وقد أكون مخطئ سيد أديب، قد أكون مخطئ إنه أنا أشوف أنا الأعمال الخيرية للأسف برا أفضل بكثير مما هي عندنا. شركة أبل تصنع الآيفون تبعها بمصانع بالصين فيها مئات آلاف ربما مليون ومليون ونص عامل يعيشون في ظروف بائسة، ويبيعون الآيفون بمرتين وثلاث مرات سعر الكلفة تبعه. فما تقول لي إذا تبرع صاحب هذه الأموال والمليارات، إذا تبرع بنص ثروته، هو لا يتبرع بنص ثروته، هو يتبرع بنص الذي نهبه من الآخرين. والله هذه هي المسألة. شوف، هذه مسائل أنا ما أقدر أفتي فيها لأني ما أعرف بها، لكن أنا اللي أعرفه أنا إنه هذه شركات مساهمة، ما هي شركات فردية، والأرباح في نهاية المطاف توزع وفي ضرائب تؤخذ وفي آلية لتوظيف ولا أعتقد إنه الصين تسمح إنه يعني يتوظفوا عندهم عاملين ويعيشوا في فقر مدقع. على كل أحوال يا سيدي يعني الحديث هم يعيشون في فقر مدقع وينتحرون أيضا، والعمال جميل. اللي بيشتغلوا بالهند والذين ينتجوا مايكروسوفت وغير مايكروسوفت وأمازون وأوبر اللي عماله عم ينتجوا، يعني في مشاكل كبرى من هذا النوع. لكن أنت انظر إلى الاقتصاد العالمي فقط، الاقتصاد العالمي اليوم 2% منه اقتصاد حقيقي و98% منه أصبح اقتصاد مالي، تلتين مشتقات مالية وهمية. ومن نتائج ذلك ما وجدناه أمس في الولايات المتحدة من انهيار هذا المصرف والمصارف اللي معه، يعني إنه هذا كله نعم واضح لك. لكن أتمنى إن شاء الله مثل ما قلت، يعني أتمنى أن تخيب يعني ظنوننا، وأنه فعلا الفقر إن لم ينتهي فعلى الأقل أن يقل بدرجة كبيرة جدا. السيد أديب نعمان من بيروت، شكرا. عفوا، نعمة أديب نعمة من بيروت، شكرا لك على مشاركتك.